أهلا بكم مشاهدينا وجولة في الصحافة العربية، نبدأها من صحيفة العرب اللندنية التي كتبت تحت عنوان واشنطن تلوح بقطع المساعدات عن الفلسطينيين. الولايات المتحدة تعتبر انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية سيؤثر على مساعدتها المقدمة للسلطة الفلسطينية، فيما أكد مسؤول أمريكي كبير أن تسليم الفلسطينيين وثائق الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية سيؤثر على المساعدات الأمريكية، وتنظر المحكمة ومقرها لهاي قضايا جرائم الحرب الخطيرة والجرائم ضد الإنسانية مثل الإبادة الجماعية. فرق أمنية إسرائيلية تحرس المنتخبات المشاركة في كأس الأمم بغينيا، فيما وصفته بعض التقارير الإسرائيلية ذاتها بمفاجأة من العيار الثقيل، حيث كشفت صحيفة الشروق الجزائرية أن فريقا من الحراس المحترفين الإسرائيليين سيحرس المنتخب الجزائري على هامش بطولة كأس الأمم الإفريقية في غينيا الاستوائية. وقالت الصحيفة إن غينيا تعاقدت مع عدد من شركات الحراسة الإسرائيلية الشهيرة من أجل حماية المنتخبات المشاركة في المونديال. الجدير بالذكر أن صحيفة الشروق زعمت بأن يردينا وفاديا، وهي أحد أبرز سيدات الأعمال المقربات من الرئيس الغيني أوبيانغ، تقف وراء تعيين عدد من شركات الحراسة الإسرائيلية للبطولة الإفريقية. ونطالع من جريدة الحياة خبرا تحت عنوان إيران تنفي توصلها لاتفاق مع أمريكا حول ملفها النووي. نفت المتحدثة باسم الخارجية الإيرانية مرضية أفخم توصل بلادها لأي اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية حول ملف بلادها النووية، كما نفت أفخم ما أشارت إليه وكالة الأنباء في خبرها بأن طهران وواشنطن توصلتا إلى اتفاق يقضي بنقل اليورانيوم المخصب إلى روسيا، لافتة إلى أن المسؤولين من الطرفين ما زالوا يتشاورون حول الحجم الدقيق لخروج اليورانيوم من الأراضي الإيرانية. ومن جريدة الشرق الأوسط تجدد القصف على السدرة بليبيا والحكومة تعلن التعبئة. قالت مصادر ليبيا إن ميناء السدر النفطي تعرض أمس السبت لقصف بالمدافع، يبدو أن ميليشيات أنصار الشريعة وفجر ليبيا نفذته، وجاء هذا الهجوم بعد يوم واحد من إخماد الحرائق التي شبت في 7 من خزانات النفط بالميناء والتي استمرت لأكثر من أسبوع. من جهة أخرى شنت طائرات حربية تابعة للجيش الليبي غارات جوية اليوم على مواقع للميليشيات في مدينة مصراتة قرب ميناء المدينة، وتحدثت الأنباء الأولية عن وقوع إصابات وخسائر. فيما جاء في جريدة المدى العراقية تحت عنوان الأمن البرلمانية تحرير الضلوعية يشجع العشائر على إسناد الجيش. وتسليح كفيل بإنهاء داعش خلال 3 أشهر. أكدت لجنة الأمن البرلمانية أن القوات المسلحة تبنت استراتيجية جديدة تقوم على استيعاب مقاتلي العشائر وتسليحهم بهدف إشراكهم في تطهير مناطقهم من تنظيم داعش. وكشفت اللجنة عن تدريب لواءين في قاعدتي عين الأسد والحبانية، ولفتت إلى أن الانتصارات الأخيرة للجيش والحشد الشعبي ستزيد من اندفاع العشائر للتطوع. وفيما شددت اللجنة على ضرورة مسك الشريط الحدودي مع سوريا، قالت أن تحرير الموصل مرتبط ارتباطا وثيقا بالوضع في الأنبار. ونصل إلى جريدة الخليج الإماراتية ونرصد مقالها الافتتاحية وتحت عنوان كيف يرد العرب والفلسطينيون. مشروع القرار الفلسطيني العربي الذي قدم إلى مجلس الأمن غير بناء، وتوقيع الرئيس الفلسطيني محمود عباس على اتفاقيات الانضمام إلى منظمات دولية من بينها محكمة الجنايات الدولية غير بناء، وكل خطوة باتجاه تكريس الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني غير بناء. هذا ما تراه الولايات المتحدة في معرض أي موقف لا ترضى عنه إسرائيل أو لا ترضى هي عنه الولايات المتحدة. تريد أن تبقى قابضة على القضية الفلسطينية وأن تبقيها رهينة إلى حين استكمال مشروع التهويد والاستيطان. ومن جريدة الأيام البحرينية العربي يستنكر التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للبحرين.
استنكر الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، واعتبر الأمين العام أن التصريحات الأخيرة الصادرة عن كبار المسؤولين الإيرانيين إزاء الأوضاع في مملكة البحرين تشكل خرقا لقواعد القانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة القائمة على احترام سيادة الدول واستقلالها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، كما تسيء إلى علاقات حسن الجوار وتزيد من تعقيد الموقف والمخاطر على الأرض والاستقرار في منطقة الخليج العربية. إلى هنا مشاهدينا انتهت هذه الجولة في الصحافة العربية، شكرا لكم.